السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هو الجزء الثاني من سلسلة معنية بإصلاح كل مشاكل مقاعد السيارة. في الجزء الأول كنا بنتكلم عن طريقة إصلاح الالتواء والخلل اللي بيحصل في المسند نفسه بتاع السيارة نتيجة حادث أو ما شابه، وطريقة التعامل معها وإصلاحها وإصلاح كل المشاكل الجانبية المترتبة عليها. في الجزء ده هنتكلم عن ثلاث أشياء مهمة: أولا طريقة تفكيك المقعد نفسه بتاع السيارة من الأسفل، ثانيا طريقة التعامل مع كل المشاكل اللي بتظهر نتيجة حركة المقعد للأمام أو للخلف في السيارة، ثالثا طريقة التعامل مع كل المشاكل اللي بتظهر مع حركة المسند للأمام وللخلف في السيارة، رابعا الأصوات الغريبة والمزعجة اللي بتظهر من مقعد السيارة أثناء السير في المطبات أو الطرق الغير ممهدة. علشان نقدر نتعامل بشكل صحيح وسليم جدا مع كل المشاكل اللي بتظهر من كرسي السيارة، احنا محتاجين نلجأ لقوانين العلم البسيطة، وتحديدا القوانين اللي وضعها ألبرت أينشتاين في عام 1983، واللي فيها في الصفحة رقم 72 قانون مهم جدا من علم حركة واحتكاك المعادن. نصه بيقول الآتي: إذا كان لديك إناء معدني سعته 100 ملي وقمت بوضع ملعقتين من السكر في داخله، ثم قمت بوضع نصف ملعقة من ذلك النبات الذي ينبت في جنوب شرق آسيا، ثم قمنا بسكب الماء المغلي على الخليط المذكور، ثم قمنا بتقليب هذا الخليط 16 دورة في اتجاه درجة دوران الأرض حول نفسها، ثم قمنا بسحب تلك الفقاقيع التي لا أعرف لها اسما، فاحنا في النهاية هنكون عملنا أحلى كوباية شاي نشربها الأول، وبعدين يبقى نشوف احنا هنهبب ايه في الكرسي ده. بلا أينشتاين بلا وجع راس. أول خطوة هي تفكيك الأجزاء الفايبر المحيطة بالمقعد. أول حاجة هنجيب ورقة أشعة ونحطها ورا الفايبر أو البلاستيك، الهدف من الموضوع ده ان المفك نفسه او المفتاح لما نيجي نحركه لورا ما يخدش في الفايبر، يكون الفايبر سليم. الحلقات المعدنيه اللي بتثبت بيها النسيج في الكرسي في طريقتين علشان نشيلها. اول طريقه، الطريقه الثانيه انك تستخدم بنستيل تدخلها الحلقة، بتكون متقفلة بالشكل ده، بين ستيل بتخش تفسخ الحلقة من بعضها وبعد كده بنسحبها، وبنبدأ نفكك باقي الحلقات كلها بنفس الطريقة. بعد كده بنسلك النسيج ونعديه بحرص عشان ما تقطعش. دي كل مكونات المقعد بعد ما تفكك تماما، ونبدأ نتعامل مع أول المشاكل، وهي المشاكل اللي بتظهر مع حركة المقعد للأمام وللخلف. ده المقعد من الخلف، وعشان نفهم المشاكل المتعلقة بحركة المقعد من الأمام للخلف لازم ننزل في الأسفل. اللي قدامك ده هو صورة المجرى اللي بيتحرك عليها المقعد من الأسفل. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا لما بنمسك المقبض اللي هو تحت ايدينا ده ونرفعه لفوق، في مسنن قدامك على اليمين كده، المسنن ده في ذراع بيجذب مسنن تاني في الناحية التانية علشان المقعد يبدأ يتحرر من المكان، ونبدأ نتحرك بيه لقدام ونرجع لورا. في حالة ان الواير اللي في النص ده لو هو فالت من مكانه او مقطوع او مكسور، اللي هيحصل ان انت لما هتبدأ ترفع من اليمين كده من الجنب اليمين هيترفع، لكن الجنب الشمال مش هيترفع، وبالتالي عالق في مكانه. وفي الحالة دي انت لازم بتشد للآخر خالص علشان تقدر تحرك المقعد للأمام وللخلف. دي أول مشكلة. ده الوضع بشكل مقرب، ادي الدراع لما بنحركه هتلاحظ ان المسنن ده بيكون بالفعل طلع من مكانه خالص، ودي تقدر تتحرك بيها، لكن دي ما زالت عالقة. السبب في كده هو ارتخاء او قصر الواير اللي بينقل الحركة من اليمين للشمال، وده اللي يحصل معاك مشاكل في الحركة للامام وللخلف. حل مشكلة الواير اللي بين الحركة ده اللي بينقل الحركة ده من هنا لهنا بيكون باختصار: لو هو مقطوع فانت بتجيب اي سلك معدني قوي وتبدأ تشده بين الاتنين، لكن لو هو مرتخي زي كده فاحنا بنشده على نفسه. Thank you.
هنا هتلاحظ ان الجزئين بيخرجوا ويدخلوا مع بعض في نفس التوقيت، لان دي اتشدت خلاص. السبب التاني في صعوبة حركة المقعد للأمام والخلف هو ان المجر المسؤول عن الحركة بتكون امتلأت. وهنا هتلاحظ في المجر ذات نفسها ان احنا لما نبدأ نحرك لو في اوساخ هتلاقي الاوساخ دي بتعمل اعاقة للبكر الارتلون اللي موجود في الداخل، والاوساخ دي ممكن تكون عملات معدنية، ممكن تكون اشياء بلاستيكية، ممكن تكون اوساخ. كل ده لو في اوساخ جوه من شأنه يعمل اعاقة للحركة. القضيب ده والقضيب اللي تحت منه بيتحركوا على بكرتين ارتلون اهي، اللي هي لونها فضي قدامك دي، ادي واحده هنا اهي وادي واحده هنا اهي. ركز معاهم هما بيمشوا مع القضيب لورا والقدام. لو افترضنا ان انت لقيت واحده منهم متاكله او مكسوره في مكانها، رغم ان ده احتمال بعيد جدا، علشان تطلعها من مكانها كل اللي هتعمله بالراحه ان انت هتجيب صاروخ وهتبدا تاكل البرشامه دي من هنا كده. بعد ما هتاكل البرشامه دي من هنا كده هتروح جاي حاطط المفك هنا كده وتروح جاي ساحب لبره. في النهايه هتلاقي البكره طلعت هنا كده، هتقدر تسحبها لان البرشامه دي بتحجزها. الناس اللي بتشتكي من اي اهتزازات او حركه مفاجئه او غير متوقعه للكرسي، مثلا مع ضربه فرمله مع تهديه او ما شابه، ده معناه باختصار شديد جدا ان المسننات اللي انت شايفها دي مش مع الشقه في مكانها، او السوسته بتاعتها فلتة من مكانها، او الدراع هربان من مكانه. فبالتالي ما بيحصلش ايقاف، لان وظيفه ده ان هو يعمل ايقاف المسنن ده والمسنن. كل الاصوات المزعجه اللي بتظهر معاك لما تيجي تحرك المقعد للامام وللخلف دي بتكون نتيجه وجود اوساخ معدنيه او غير معدنيه داخل المجرى، سواء المجرى اليمين او المجرى الشمال، وضروري تنظيفهم. نيجي بعد كده لكل المشاكل المتعلقه بحركه المسند نفسه للامام وللخلف. يعني بعض الناس يشتكي ان هو المسند يروح لكن ما بيرجعش تاني، ولو سند ظهره عليه ممكن يروح وما يرجعش تاني. هنقرب علشان نفهم آلية العمل. آلية حركة المقعد بتكون بسيطة جدا، أو المسند تحديدا. المسند ده بيكون متثبت على مفصلة أو محور من هنا وواحد تاني من الناحية التانية، وفي عندك هنا زنبلك أو زنبرك، وظيفته إن هو يجذب، يعني ده وظيفته إن هو يجذب المعدن لقدام، المسند لقدام. في بعض الأحيان الزنبلك أو الزنبرك ده بيكون مستبدل بسوستة، بس السوستة بتكون أقوى من كده، بتكون متثبتة فوق ومتثبتة تحت. لما أنت بتشد الدراع دي كده انت كده بتحرر المسنن اهو، ده المسنن. لما بتسيب الدراع خلاص المسنن بيعشق فبيمنع حركته للامام. لما بتشد لقدام بتلاقيه انجذب لوحده بعنف. نشوفها من زاويه ثانيه، نسحب الدراع للاعلى ونرجع لورا، شايف المسنن اللي بيطلع؟ في عندك لسان هنا اهو، مجرد ما انا بسيبه اللسان ده بيخش جوه يحجز المسنن ده. في حالة لو اللسان ده مش موجود او واقع او مكسور يخليك ان انت الكرسي بتاعك يروح ويرجع لوحده بدون ثبات. ثلاث حالات عندك يخلوا مسند الظهر ما يقديش وظيفته بالشكل المطلوب. اول حالة فيهم لو الزنبلك ده فالت من مكانه، او السوستة دي ايا كانت على حسب التقنية اللي موجودة في المقعد نفسه فالت من مكانها، في الحالة دي احنا بنركبه تاني في مكانه. الحالة التانية لو هو مكسور، سواء كان زنبلك سواء كان سوستة، في الحالة دي بناخد المكسور زي ما هو وبنشتري مكانه واحد نفس الحجم بالظبط وبنركبه. الحالة التالتة ان يكون الزنبلك او السوستة سليمة لكن المكان اللي هو بيتثبت فيهم بيكون مكسور. الحل في الحاله دي هو لحام المكان المكسور واعاده تثبيت الزنبلك او السوسته في وضعهم اللي كان. اللي بعد كده بقى هو ان احنا هنعمل غسيل وتنظيف للمنطقه دي باكملها وفي نفس الوقت للمجرتين. المقعد بعد ما تم غسيله وتجفيفه من البنزين على الوجه الامثل، وتحديدا التركيز كله كان على غسيل المجرى اللي بيتحرك فيها المقعد. اللي بعد كده بيكون استخدام شحم سبراي في تشحيم الاجزاء المتحركه. لاحظ الفرق في سهوله وسرعه حركه المعدن. كده نكون وصلنا لنهايه الجزء الثاني. في الجزء الثالث والاخير طريقة عمل بطانة ما بين المعدن وما بين الأسفنج علشان نحافظ على الأسفنج من التمزق.
طريقة إصلاح التمزق في نسيج الكراسي بشكل احترافي وتكلفة رخيصة جدا. طريقة تفكيك وتجميع نسيج المقعد الخلفي من أجل أعمال النظافة والغسيل. قريبا وحصريا على نفس القناة في اليوتيوب مصطفى حسن، أسهل طريقة لتغيير الفرامل الخلفية درام بريك، طريقة إصلاح كل مشاكل مقاعد السيارة الأمامية، الحل النهائي لنقص مياه الإربة ورداتير في السيارة، طريقة إصلاح مساعد السيارة الغير قابل للإصلاح حصريا، كل حيل سرقة السيارات وطرق الوقاية منها، الحل النهائي لمشكلة انحراف السيارة أثناء السير، الأداء المذهل والاستثنائي لمصابيح سيارتك الأمامية، حل مشكلة عدم إضاءة لمبة البنزين في الطابلو رغم فراغ خزان الوقود، وأخيرا تجديد الجنوط الحديد لأشكال جديدة ومذهلة وراقية ومتميزة. علشان تضمن وصول إشعارات ليك بكل الفيديوهات اللي بعملها أول بأول، بعد الضغط على كلمة اشتراك في القناة فعل الإشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس، فبعض الأحيان بتظهر لك رسالة بتعلم عليها وتدوس حفظ.